أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور صلاتي إلى الرب فعلا أن نور المسيح يضيء ويشرق في حياتك اليوم إحنا عايشين في أيام فيها تغيرات كثيرة تغيرات جغرافية تغيرات اجتماعية تغيرات في المجتمعات ولا سيما في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، تغيرات من ناحية الدين والاديان، واسئلة كثيرة تدور في الاذهان في هذه الايام. ضغوطات كثيرة عم بيمروا فيها الناس، والناس عم بتتساءل، هل فعلاً انه الامر يستحق انه اغير ديني؟ هل الامر يستحق انه ابحث عن مبدأ أو مذهب أو عبادة أخرى؟ وطبعا الناس بتتساءل هل المسيح هو الحل والسؤال اللي أكثر شيء يسأل لماذا المسيح وليس شخص آخر حول هذه الأسئلة رح نتكلم في هذه الحلقة بصلي أن تكون سبب بركة لحياتك أنا بشجعك اليوم أنك تشاهد هذه الحلقة رح تكون سبب بركة وتشجيع لحياتك ورح فعلا تكون منفعة روحية لك ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير اعزائى المشاهدين اهلا ومرحبا بكم مره اخرى. انتم تشاهدون برنامج ليكن نور على القناه الفضائيه قناه الحياه وحديثي او حديثنا في هذه الحلقه رح تدور حول لماذا المسيح؟ يسرني ان استضيف الى الاستوديو الاخت رشا نور اخت رشا اهلا وسهلا فيك اهلا بك احنا فرحانين مره ثانيه تكوني معنا في هذا الموضوع الهام الهام جدا على قلبك شخصيا وانا متاكد على قلوب الكثيرين من المشاهدين خليني افوت يعني يعني رايت تو ذا بوينت مثل ما بيحكوا في الانجليزي ادخل للموضوع مباشره لماذا المسيح في أمور كثيرة جدا قدمها المسيح لي أنا شخصيا مش ممكن كان حد يقدمها تاني غيره <applause> المسيح بيملأ فراغ جوه الإنسان أه الفراغ ده هو بيبحث فيه الإنسان بيحاول أن هو يلاقي نفسه في ان هو يجيب فلوس وان هو يجيب شغل وان هو يعمل عائله وان هو يخلف اولاد وان هو ياخد دراسات عاليه وامور زي كده كتير لكن هذا الفراغ الداخلي النفسي للانسان لا يملاه غير اللي خلق هذا الانسان بالشكل دهوت ولا يشبعه غير وجود الله في حياته طب خليني أصيغ السؤال بشكل آخر يعني هل التدين وانت طبعا انت إنسانة من خلفية غير مسيحية أجيتي من خلفية إسلامية وهل طيب الناس اليوم بتدور على الدين هل الدين لم يشبع قلبك أو الفراغ اللي أنت بتتكلم عليه الدين ما ينفعش يشبع القلب لأن الدين ممارسات اللي بيقدمه المسيح مش دين مش ممارسات مش عقائد مش اعمل كده وكده علشان احبك. بالعكس اللي قدمه المسيح ان هو حبني من قبل ما انا اعرفه من قبل ما انا اتولد وهو عارفني بعلمه السابق ان انا ساكون في هذا العالم. يعني اللي بيقدمه المسيح ان هو بيدينا محبه بيقول لك ايه محبه ابديه احببتك لذلك لك الرحمه م. فالمحبه الابديه دي وبعدين لما جه المسيح نفسه قال احببتهم الى المنتهى الى المنتهى ده ايه هيته؟ المحبه اللي بيقدمها المسيح بيقول عنها الكتاب واذ نحن بعد خطاه مات المسيح لاجلنا يعني واحنا في الخطيه واحنا مش بندور عليه المسيح مات من اجلنا م. الحب اللي هو غير مشروط اهوت يعني عاده في الحياه تلاقي اي حاجه ليها مقابل لكن المحبه اللي بيقدمها المسيح هي محبه بلا مقابل يعني محبه محبه غنيه كده محبه فياضه كده يعني الرب يسوع كان بيتكلم مع المتدينين مع الفريسيين في العهد الجديد قال او حكى مع الناس بشكل عام إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر أو أي فضل لكم أليس العشارون يفعلون هذا يعني حتى الخطاة اللي في العالم ممكن يحب اللي بيحبه لكن تتكلم عن محبة من نوع آخر وهل هذه المحبة اللي هي فعلا جذبتك للمسيح ومقابل أي شيء إنه ما كان في محبة أنت انجذبت للمسيح هو يعني بكل بساطه انا اللي جذبني للمسيح امور عديده جدا لكن كلها تحت سقف المحبه م. يعني تحت تحت الاساس اللي هو المحبه اللي بتغفر، المحبه اللي بتقبل، المحبه اللي بتضمن، المحبه اللي مش بتشك فيها طول م. الوقت فالمحبه اللي قدمها المسيح ليا الآية أنا ذكرتها قبل كده اللي هي بتقول آه الله بيّن محبته لنا الله أظهر محبته لنا ونحن بعد خطمة المسيح لأجلنا أنا عايز أقول وأنا, وأنا مسلمة ما كنتش بدور على المسيح ليه؟ لأن طب هذا شيء ولا... مصيري لا معلش أنا كنت مسلمة وكنت مبسوطة بالإسلام بتاعي وكنت بعمل شوية ممارسات وحاجات أجمع بيها شوية ثواب علشان أقدر إن أنا أروح على ميزان الحسنات والسيئات أمام الله العادل الديان وأقف ويتحط الحاجات الحسنات بتاعتي في الميزان وتكون الميزان الحسنات أفضل من ميزان السيئات ويطب وأقدر إن أنا أدخل الجنة. فانا ايه اللي يخليني ابحث في في طريق عن المسيح لكن المسيح هو حبني وانا بعيده وما بفكرش فيه هي الفكره ان انا كنت بحاول ارضي ربنا احاول ارضي ربنا احاول ارضي ربنا اعمل كذا عشان ارضي ربنا اعمل كذا علشان ربنا يفتح لي ابواب الرزق علشان ربنا يساعدني في حياتي لكن ما فيش يعني ما فيش حاجه الله قدمها ليا بلا مقابل. يعني انا كان لازم انا عليا الخطوه الاولى. ان انا اعمل 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 علشان هو احتمال يرضى عني لان برضو في ايه انا بستخدمها كتير قوي في في برامج كتيره جدا انا قلتها معاك ومع ناس تانية اللي هي الايه الموجوده في سوره العمران ان انا كنت بقعد على السجاده الصلاه بعد ما اخلص الصلاه واقول ربنا ولا تضلنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب يا رب ما تضلنيش بعد ما انت هديتني انا دايما متوقعه في ربنا ان انا ممكن ان انا يضلني يبعدني عن طريقه وانا دايما بحاول احاول احاول ان انا اوصل لهذا الطريق طبعا بالمسيحيه ترفض كل الرفض هذه الفكره لانه في المسيحيه الله لا يضل كلمة الضلال أو الذي يضل هو الشيطان مش الله تمام وكان عايز أقول كمان أن كتير من المسلمين بيفتكروا أن الشيطان هو اللي بيضل بس لكن أما يقول ربنا ولا تضلنا بعد اذ هديتنا هنا بيوجه الضلال ده هو فكرة الضلال ان هو بيضله أن الله يضل الإنسان أنا عايز أقول إن هو الرب الرب اللي بيفتقد بالحب الإلهي والحب الإلهي ده هو عامل زي النهر محدش يقدر يقف قدامه، محدش انه يقدر ان هو يقاومه لان هو بيشبع قلب الانسان كيف حدث هذا الاكتشاف اخت رشا؟ انا قلت في اختباري ان انا في وقت من الاوقات بعدت خالص عن ربنا والحد و... وكان ده نتيجه الاسئله الكثيره والمتكرره في اسف الحت بتقولي لكن انت كنت مسلمه طبعا طب ليه تركت الاسلام للإلحاد بسبب الاسئله اللي انا كنت بسالها وما كانش وبسبب في اجوبه يا نعم المناقشات اللي انا كنت بتناقشها وما كانش في اي نوع من انواع الاجابات اللي تشبعك مم. الإجابات اللي أنت تحس أنك أنت ساتسفايد بعد ما أنت تاخدها حد يدي لك إجابة تقول صح هي دي الإجابة السليمة وما تبحث في السؤال تاني مم. لكن ده كانش بيحصل أنا كان السؤال بيترد عليه وارجع أسأله تاني وثالث ورابع وخامس ليه؟ لأن الإجابة غير مشبعة بالنسبة لي في نفس الوقت في نفس الوقت أنا كان جوايا فراغ أنا كان جوايا شيء انا لازم اعمل علشان ربنا يقبلني انا لازم اسوي علشان ربنا يقبلني مم. انا لازم اصلي علشان ربنا يقبلني انا لازم yeah. الفكره دهيت ان انا ابقى قاعده بشتغل طول الوقت علشان ربنا يقبلني دي فكره يعني عايزه اقول لك ان هي الصلاه مش بتشبع يعني انا لما بقعد اصلي الصلاه لم تكن تشبعني لكن انا كنت بصلي علشان ربنا يرضى عني النقيض مع المسيح. المسيح جه اما جه افتقد قلبي لمس جوايا فراغ والفراغ ده موجود جوا كل انسان وعايز اقول ان حتى المسلمين المتعصبين البعاد عن ربنا جدا انا بسال بقول عن المسيح يعني جدا هم في دينهم متدينين جدا بيفضل جواهم هذا الفراغ مع كل الممارسات اللي هم بيمارسوها مع الصيام ومع الصلاة ومع الحج ومع العمرة ليه؟ إن الفراغ ده هو فراغ الله وضعه جوه الإنسان عشان يقدر أنه يرجع بيه لربنا طب مش ممكن يكون الجواب لأنه بحب الله عاوز يعمل هذه الأشياء؟ مين اللي بيحب ربنا؟ يعني المسلم و... اللي بيصلي وبيروح على العمرة وعلى ال... حاج يمكن لانه بحب الله عاوز يمارس هذا حتى دلوقتي. لو هو بيعمل كده حبا في الله وده بيسموهم الصوفيين والمسلمين بيكفروهم بيقولوا عليهم اعداء الله وغير مسلمين و بيتقال عليهم كلام جامد جدا لكن يعني في نفس الوقت هو بيعمل كده حبا في الله عايز اقول لك ان حتى لو عمل كده حبا في الله الله بيمل فراغ المسيح يملا فراغ لن يملاوا غيره. مم. ليه انا بقول الكلام ده هوت لان انا انا كنت مسلمه وانا كنت عندي الفراغ ده هوت وكل انسان مسلم بيخبي الفراغ ده هوت من حياته مم. وبيحاول ان هو يداريه علشان ما يبانش لكن الله الذي يملا هذا الفراغ اللي موجود في حياتنا بعد ما يتملي الفراغ هيحس الانسان بشعور تاني مختلف تماما ان هو مش بيجري علشان م. ربنا يرضى عنه انا مش بعمل واسوي عشان ربنا, ي... ما ي... ما ي... ما ربنا ما ي... ما يعاقبنيش او ربنا ما يعملنيش ما يوقعنيش في مصائب و... وما الى ذلك لكن انا بعمل كده لان انا انا مشبع في فرق ما بين الانسان الشبعان والانسان الجعان والانسان بعيد عن المسيح بيفضل جعان عنده حته جوع مش هيعرف قيمتها في المسيح غير بعد ما يشبع منه يعني واحد من الاقوال المشهوره القديس اوغسطينوس قال يا الله انت خلقتنا ولن يشبع قلب الانسان الا انت فعلا مثل ما ذكرتي القلب دايما في يعني جزء معين مش ممكن يملاه الا الا الله نفسه طبعا حب الله لكن بشكل عام انا اللي بشوفه في الشرق الاوسط رشا انه فعلا الله الناس عندها خوف بتخاف من الله مش الخوف الصحيح يعني الخوف الكتابي خوف من الدينوني خوف من المجهول خوف من العقاب خوف من القبر خوف من العذاب خوف ما بعد القبر خوف من هل أنا فعلا رايح الجنة ولا مش رايح يعني بدور في أذهان الناس أسئلة كثيرة ومش عم بيحصلوا على الأجوبة وإحنا عارفين أن هاي الأجوبة كلها عالجها الرب يسوع المسيح ألا تعتقد هذا؟ طبعا الخوف اللي انت بتتكلم عنه لان انا ما عنديش اي ضمان ما فيش علاقه ما بيني وما بين ربنا مم. ودي ترجع برضو نقطه تانية موجوده في المسيحيه ومش موجوده خالص في الاسلام ان الله بيقبلني كما انا مم. الله بيقبلني وانا بعيد عنه بيحبني زي ما انا مثل ما ذكرت الله بيحبك بغض النظر بغض ولكن النظر لكن الله بين محبته لنا بالظبط يعني الله مش بيستنى ان انا أصلح نفسي وبعدين أجيله مم. ده انا بجيله زي ما انا وهو بيقبلني بالقبول ده مم. انا عايز اقول ان كل الناس كل الناس في كل العلاقات اللي موجودة على وجه هذه الكرة الأرضية سواء علاقه زواج علاقة بنوة أبوة أه، علاقة خطوبة علاقة صداقة كل الناس بيحاولوا يغيروا بعض كل انسان بيحاول يغير الانسان اللي قدامه عشان يبقى شكله وشبهه ويقدر يتعامل معاه، م. لكن انا عايز اقول ان الله يحبنا يحبك زي ما انت م. يدور عليك زي ما انت مش عايزك تتغير قبل ما تروح له، هو عايزك تروح له زي ما انت. يعني آه واحده من الاكتشافات اللي انت حكيتي معك كنا بنتكلم مع بعض وهذا يمكن عمل فرق في حياتك انه الله اب انه اكتشفت ابوه الاب يعني حنانه واب وهذا كان بالنسبه الك يعني شيء جذري اللي حدث في حياتك. كان اكتشاف لان حته الابوه دي مش موجوده في الاسلام برضو الله في الاسلام بعيد وهو الديان والله قوي والقدير و و و الكلام الصعب قوي ده لكن هل الله تنازل؟ هل الله بيجي لي كاب بيعتني باموري الشخصيه الدقيقه م. هل انا بستند عليه كاب هي دي نقط جذريه في العلاقه م. يعني ازاي انا يبقى اتعامل مع الله وانا خايفه منه م. اتعامل مع الله وحاسه ان هو مش في صفي ومش معايا ممكن يكون قاعد لي بالمرصاد يترصد ليا وممكن ان هو يكون ماشي معايا كويس لان انا بعمل ممارسات معينه فبالتالي انا اللي بتحكم في في اسلوب تعامل الله معايا يعني انا لو كويسه ربنا هيتعامل معايا بشكل كويس طب لو انا انسانه شريره وبعيده هيتعامل معايا هيتعامل معايا بالمرصاد وهيترصد ليا فبالتالي احنا دلوقتي في المسيح فيه امان في امال في العلاقه. العلاقه ما بقتش علاقه آه علاقه خوف الـ الـ الله البعيد، الله الديان، الله اللي هيترصد ليا، الله اللي هيقتص مني. بقت علاقه اب بيعتني بيا، بيحبني، عايزة اتغير للاحسن هيمشي معايا السكه، وبعدين هو طويل البال جدا، يعني عايزه اقول لحضرتك على حاجه انا هل انا تغيرت بعد ما عرفت المسيح مباشره لا انا تغيرت تغيير تدريجي هو عمل ايه هو صبر عليا كان طويل الرحمه طويل الروح وكثير الرحمه يعني طول باله جدا عليا اغلط نفس الغلطه ويقومني منها اغلط نفس الغلطه وما يعاقبنيش عليها أغلط نفس الغلطة ويبين لي محبته أكثر من كتر الحب اللي هو بيبينهولي بي بي لي ده ابتديت أحس إن أنا قلبي بينسبي الحب ده قلبي خلاص أنا بقيت مش عايزة إن أنا أعمل خطية مش عايزة أعمل شيء لا يمجده في حياتي مش عايزة أخد اختيار خارج مشيئته مش علشان أنا مجبرة إن أنا أعمل كده يا إما يرضى عني لكن لأن هو حبني أنا بقيت آه بنسبي ليه بمشي وراه السكه وأنا واثقه إن هو أمين ويبقى أمين وعدم أمانتي أنا لا تبطل أمانته إطلاقا أمانة الله غير عاديه وكبيره قوي وبتحتضن الكثيرين أمانته في أبوته ومحبته لينا في كلماته اللي هو بيمشي معانا السكة بيها بتخلينا عندنا بتخلينا عندنا ضمان <applause> لكن فكرة الله آب أخت رشا يعني بالنسبة للمسلم ممكن يعتبرك كافرة لما أنت بتقولي هذه الكلمات عن علاقة حميمة علاقة شخصية وكيف تغيرت العلاقة من إله بعيد قاسي ظالم خايفة منه بحاول أرضيه لإله عم بيأخذ زمام المبادرة وعم بيتحرك من محبته لي بغض النظر شو أنا وشو كنت وإنه عاوز يقترب للإنسان عاوز يتقرب للإنسان فهي فكرة كليا تختلف من دين إلى آخر بص فكره الاواب او الاب موجوده في القران بس مش موجوده بنفس الفك... بنفس المعنى ده هو يعني آه في مثلا ايه بتقول ان آه آه ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا دي موجوده في سوره الاسراء هو بيحب الاوابين، الاوابين يعني ايه؟ العائدين الى مم. الله، العائدين الى المصدر مم. يعني فكره الابوه العلاقه علاقه الابوه مش موجوده في القران لكن م. موجوده كلمه الاب ابه والاوابين العائدين الى الاب م. او العائدين الى الله دي موجوده في القران لكن مش موجوده بالفكره اللي فيها علاقه حميمه نقدر فيها نتعامل مع الله بلا خوف يعني, يعني العلاقه مبنيه على الخوف والرهبه مش مبنيه على الحب و... و... والعلاقه السويه يعني هقولك على حاجه لو احنا جينا لاسره مثلا فيها اب مم. الاب ده قاسي اب بيدفع لاولاده بيربي اولاده كويس و... وكل حاجه مهياها للاولاد لانه اب قاسي اب غير حنان على اولاده مم. مش حنين مش مش بياخد اولاده في حضنه مش بيتعامل مع اولاده ويلعب معاهم وينزل الى لغتهم الصغيره والى عقليتهم الصغيره ويتعامل معاهم بيطلع الاولاد عندهم مشكله نفسيه ليه بيطلع عندهم مشكله نفسيه؟ طب ما هو بيدفع ايجار البيت وبيدفع الاكل والشرب وبيوديهم احسن مدارس وكل حاجه. مم. ليه بيطلع الاولاد عندهم مشكله نفسيه؟ لان هم مفتقدين الحنان الابوي، مم. والحنان الابوي ما ينفعش ان هو يتحط مكانه حاجه تانية مم. فبالتالي انا علاقتي العلاقه بتاعتي انا والله كاب وكابن دي علاقه فيها امان، علاقه فيها المكان اللي انا هترمي فيه في اي وقت انا تعبانه لو انا بعيده وعملت خطيه او عملت شر هروح فين مش هروح اطلع الى الخارج زي يهوذا واروح اشنق نفسي لكن هروح اترمي في حضن وابكي عند اقدامه واقول له يا بابا فانا دي العلاقه الحميمه اللي بتخلي عندي انا امان في انا فيه وده الاكتشاف اللي انت حصلت عليه اخت رشا وده الاكتشاف اللي انا حصلت عليه بالظبط انه مش مجرد انت غيرت ممارسات دينيه الى دين اخر لا في شيء اللي جذبك وغيرك غير حياتك الى تكتشف المحبه الغير محدوده القبول تحس انه الله اللي بتتعامل معاه هو اب بحبك حنون بيتعطف مش على اساس انه بدي احاول ارضيه ولا بخاف منه انا بخاف لانه بحبه وبحترمه وعاوز أعطيه المهابة والقداسة فكل الفكر بيتغير لأنه أنا اللي عم بسمع منك أنه مرات إحنا بنستخدم نفس العبارات ونفس الكلمات لكن إلي إيه بتعني شيء ويمكن لإلك أو للمسلم ممكن تعني شيء آخر حضرتك استخدمت عبارة دلوقتي بتعني لك أنت شيء كمسيحي وبتعني للمسلم حاجة تانية اللي نعم. هي مخافة الله هيك قلت مخافه الله وخوف الله احنا بنخاف ربنا احنا لا احنا عندنا مخافه الله مم. مخافه الله يعني نابعه من الاحترام نبع من الحب أيوة. ليه مش نابعه من الخوف ان هو قاعد ليا بالمرصاد مم. وقاعد يترصد باموري وقاعد بي... بي بيحاول ان هو يقتص مني محبه الله اللي في المسيح يسوع محبة مختلفة تماما علشان كده افسس ثلاثة بي... بيقول الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي احبنا بها عمل ايه ونحن اموات بالخطايا مات المسيح احيانا مع, مع المسيح, المسيح احيانا مع المسيح بالنعمة انتم مخلصون واقمنا معه في السماويات ده في هنا ضمان ده في هنا حاجه انا بستند عليها ضمان انا بستند عليه على اساس ان هو دي في علاقه اب وابن مش علشان انا عبد زي زي العبيد بتعامل معاه كسيد وممكن يكون سيد قاسي سيد عادل بلاش قاسي ممكن نقول سيد عادل لكن الله مش بيتعامل معانا على اساس العدل الله بيتعامل معنا على اساس الرحمه والمحبه بعد اذنك رشا ممكن اخذ هاي المكالمه من اليمن عشان يمكن بينتظر يمكن احيانا بتكون مكالمه بعيده وبعدين راح اكمل أمين. خليني اخذ هاي المكالمه من وريث او وارث من اليمن اخوي وارث اذا انت بتسمعنا حاليا ارجع اتصل اسف انه فقدنا الخط أنا عارف أنه صعب أحيانا التواصل لكن من فضلك فيك ترجع تتواصل معنا مرة أخرى يرجع الأخوارث يتصل كمان مرة خليني يعني إحنا حكينا عن الخوف من العقاب الخوف من ال العذاب الخوف يعني ما بعد الموت المصيري يعني يبقى الواحد ما عندوش التاكيد ولا عنده الضمان هل هذه اللي انت كنت بتمر فيه وشو اللي صار معك بعد ما صرت مؤمنه مسيحيه انا اجتذبتني محبه المسيح ليه لان ما فيش اي شيء في الوجود ممكن تلاقيه يقارن بهذه المحبه م. المحبه الغير محدوده والغير مشروطه زي ما احنا اتكلمنا قبل كده. وكنت كل ما اجي اقرا في الكتاب المقدس كل ما بلاقي ايات بتلاقي نسيج المحبه موجود في كل ايات الكتاب المقدس. <applause> النسيج ده بيحتوي المؤمن الصغير اللي لسه جاي ومرمي في حضن الله الاب وبيقول له انا انا عايزك انا محتاجك أنا أنت أنت طوق النجاة بالنسبة لي أول ما احنا بيعمل الإنسان بيعمل كده بتلاقيه يتولد ولادة جديدة ويدخل في السجل العائلي على طول يدخل علشان على... كده هتلاقي أول إصحاح في إنجيل متى هتلاقي السجل العائلي بتاع المسيح ليه؟ عشان كل إنسان هيقرأ ده هيحط اسمه هيحط اسمه ان هو بقى في السجل ده بقى ابن حقيقي دخل في عائله طلات ولد ولاده حقيقي السجل ده اول ما يدخل فيه هتلاقي الحب الغامر الغير عادي يدخل كده في القلب وتلاقي سكنه الروح القدس تجيب سلام معاها وتلاقي حاجات لم يستطيع الانسان ان هو يعبر عنها ولن يستطيع الانسان ان هو يعبر عنها اسمها الطمانينه والسلام الداخلي هتلاقي ان انا مش ببص لربنا على اساس ان هو هو بيخوفني وبيرعبني وقاعد لي من المرصاد لكن انا ببص لربنا ان انا مش هزعله لان انا بحبه ان انا مش مش هعمل الخطيه الفلانيه لان انا عايز عايزه امشي وراه وعايزه اتبعه وعايزه تكون حياتي افضل لان المسيح قال اتيت لتكن لهم حياه وليكن لهم افضل فبالتالي انا حياتي بتختلف حياتي انا حياتي اختلفت اساسا يعني انا مش بقول انا انا مش بتكلم كلام من ورق انا بتكلم على اختباري الشخصي أنا حياتي اختلفت وده السبب اللي خلاني أكمل مم. أنا مش بس قبلت المسيح وممكن أرجع في ناس كتير قوي بعد ما أنا قبلت المسيح كلموني قالوا لي إيه آه، أنت ليه بتدخلي نفسك في مشاكل؟ ارجعي اقري في الإسلام وارجعي بقي مسلمة وأهلك وصحابك وقرايبك و و ما قدرتش لسبب إن مين هيشبعني هذا الشبع؟ مين ممكن يملا قلبي بهذا الفرح مين ممكن يمشي معايا السكه وانا مرميه في في, في امانته من غير ما ابقى خايفه وانا ماشيه لاحسن يعمل فيا ويسوي فيا اول ما حصلت معايا مشاكل في حياتي قلت اكيد انا عملت حاجه غلط وربنا بينتقم مني لقيت ان ان الكتاب المقدس مش بيقول لنا كده أن الله مش بيورد عليه أفكار شر من ناحيتنا الله خطته خطة خير وبركة لحياة كل واحد مين مش عايز يعيش الحياة ده <applause> طيب رح نكمل أخت رشا بس مثل ما ذكرت خليني أخذ هاي المكالمة من الوارث أو وريث معاي على الخط أهلا وسهلا فيك أخ وريث أهلا وسهلا حبيبي نزار أهلا بك حبيبي <applause> تفضل أنت بتتكلم من اليمن؟ اي نعم حبيبي. اهلا وسهلا فيك، أول. تفضل. أولا احييك واحيي ضيفتك العزيزة الأخت رشا. أهلا بك. بي. أهلا بك. وأباركها على نعمة الرب وقبول المسيح. <applause> الله يبارك فيك. <applause> أنا ط أنا طبعا كنت متخبط بنفس التخبط اللي كانت فيه. أنا تكلمت معك تقريبا من قبل ثلاث سنوات. أيوه. والحمد لله بنعمة الله أني عرفت طريق إلى السيد المسيح ربي باركك أمين يا رب هذا كله من تعاليم الدينية اللي كنا بنأخذها كل ما تعمق الإنسان في الدين الإسلامي كل ما بيعرف أنه ماشي في الطريق الخطأ فالله تنور لنا والرب يسوع طبعا بينادينا كان على طول الحمد لله على نعمة الإيمان وأبشرك الحمد لله أنا قبل سنتين تعمدت وقبلت الرب يسوع. ألف مبروك. مخلص. مبروك عليك ربنا يباركك كنت عاوز أسألك أخ وريث يعني أنت بتتكلم إنه كان عندك نفس الإحساس والشعور اللي كانت فيه أو مرت فيه الأخت رشا ممكن أوجه لك السؤال شو اللي جذبك لشخص المسيح؟ لا يا سيدي أنا كان عندي أكثر مما هي عانت أنا الظاهر كان قريب أتجنن لأنه ما كنت أعرف هل أن الله خالقني من الأشقياء أم من السعداء هل إلى الجنة أم إلى النار هل أن الله بيضلني أم سيهديني يعني كنت في حيرة كبيرة كبيرة جدا وفي يوم من الأيام الحمد لله رحت إلى صحراء لم أتوجه إلى أي اتجاه وناديت يا رب يا رب أرني طريقك الحق ووراني بطريقه والحمد لله تغيرت حياتي وتغير أسلوب حياتي واطمئنان في القلب نحمد الله على النعمة اللي احنا فيها أخوي وريث فعلا ربنا يباركك وربنا يحميك وربنا يستخدمك أنك تشهد عنه في كل مكان أه. وعلى فكرة احنا فعلا بنصلي من, من اجل اليمن بنصلي ان الله يعمل بهالبلد وهيك الله يزور كل بلادنا العربيه بنعمته وباسم الرب يسوع شكرا كثير اخوي وريث ربي يباركك امين في اي تعليق قبل ما فاصل عايز اقول ان في كمسلمين هو كان بيتكلم ان ربنا مختلف عن الـ كان هيتجنن كان هيتجنن انا كمسلمه الله يتكفل بيا لكن انا في المسيح الله ابويا الله مش كفيل ليتكفل لي. بيا لكن الله تبنانا في المسيح علشان كده في علاقه ما بيننا وما بينه علاقه قريبه طبعا الله هاي مش فكره مرفوضه في الاسلام اه طبعا التبني فكره التبني اساسا مرفوضه طبعاً. للاسلام وللاسف يعني المشكله بتاعت حته التبني ده هي كانت مشكله كبيره مم. يعني الحته يعني قصه غير لائقه اساسا اللي وصل بيها الاسلام برفض فكره التبني لكن انا سعيده وانا فرحانه ان الله ابويا ان انا طلعت من الكفاله كفاله اله بعيد اله لا يهتم بيا بشكل شخصي الى اب حنين بيحبني وبياخذني على منكبيه ويدخلني جوه احضانه الالهيه الروحيه ويحسسني بشبع لم اذوقه قبلا مم. طيب اخت رشا آه، رح ناخذ فاصل قصير احبائي كل اللي بيستنوا على الخط سامحونا لكن رح نبتدي ناخذ الخطوط بعد هذا الفاصل القصير جدا اعزائي المشاهدين تشاهدون برنامج ليك نور حديثنا لماذا المسيح ضيفت هذه الحلقه الاخت رشا نور حكت انه اكتشفت المحبه اكتشفت القبول واكتشفت انه الله اب بحبها بيتحنن عليها وتحولت من الكفاله الى البنو وحبيت هذا التعبير خليني أخذ المكالمة الأولى من أبو داود أهلا وسهلا أبو داود أنت معنا على الخط سلام المسيح معك يا أخ نزار وأخت نورة سلام المسيح أهلا وسهلا أبو داود أنت بتتصل من الأردن طبعا كثيرين يتهمون بأننا نحن أفضل من كل الناس وأفضل من كل الأديان ولنا كبرياء لكنه يا اخوان بالعكس نحن يا نحن ناس متواضعين مثل يسوع المسيح جينا لكي نخدم صغير وكبير ونتحمل كل شيء من اجل المسيح لا تحكمون علينا بالغيب لا تحكمون علينا قبل فواتنا وقبل ما تعرفون الحق واللي يعرف اللي يريد يعرف الحق ادرسوا حياه الانبياء من أبي أنبياء ومن ضمنهم نبي الإسلام ومن ثم أدرسوا دراسة حرفية من كل الجوانب ومن ثم أدرسوا حياة الرب يسوع المسيح من كل الجوانب ومن ثم بعد إذن أحكموا نحن نصلي من أجل جميع الناس والرب يبارككم وشكرا شكرا جزيلا شكرا على المداخلة الحلوة خليني بس أوضح فكرة مهمة جداً نحن لا ننادي ونقول مثلا بلد مسيحي او دوله مسيحيه، نحن ننادي بملكوت الله هذا الملكوت الذي يشمل جميع المؤمنين في كل انحاء العالم من خلفيات مختلفه من طبعا سواء كنت صيني سواء كنت امريكي، سواء كنت عربي، سواء كنت مسلم، سواء كنت مسيحي، بوذي، هندوسي، اي انسان، هذا الملكوت اللي بيضم اولاد وبنات الرب من كل الشعوب، من كل الامم الى ملكوت، ما هياش عمليه افتخار قومي، يعني خير امه اخرجت للناس، لكننا بنعمه الرب مثل ما قال بولس انا ما انا، هي كله بالنعمه، احنا خطاه والرب ومحبة الرب مثل ما ذكرت أختي رشا لمستنا وافتقدتنا إحنا ناس مش كاملين لكن نعتمد على محبة الرب وعلى رحمة الرب ومنحاول بقدر الإمكان نتشبه بصورة يسوع المسيح ونتبع أخلاقيات المسيح هذا بكل بساطة يعني اللي حبيت أوضحه في هذه الفكرة أي تعليق رشا قبل ما نأخذ مكالمة عايزة اقول على حتة صغيرة كده حتة الغفران ان الله اللي بيحبنا محبة ابدية بيغفر لنا غفران غير محدود من خلال عمل المسيح الغفران ده مش هنلاقيه في أي مكان تاني ودي نقطة من النقط اللي انا اتذبتني برضو في المسيح لان انا مش مضطريه ان انا اعمل حسنات عشان تمحو السيئات لكن بس بقول المسيح على عود الصليب هو بيحمل كل السيئات بتاعتي وانا بقف مبرره امام الله الاب فانا بشيل بيشيل عني كل الاحمال والاثقال والاتعاب عشان كده هو قال تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم هو اللي عنده الراحه الوحيد اللي عنده الراحه مفيش حد ممكن يغفر غفران غير ما محدود في اي فلسفه في اي ديانه في الاسلام غير هو الوحيد يسوع المسيح لانه بكل بساطه المسيح هو الوحيد بلا خطيه يحق له ان يقوم بهذا العمل هو الكامل امين امين طيب ناخذ مكالمه من عمانوئيل اهلا وسهلا اخ عمانوئيل انت بتتصل من الولايات المتحده تفضل اهلا اخ عمانوئيل انت معنا على الهواء اخوي عمانوئيل تفضل طيب مش عم بسمعنا عمانوئيل فرصة أخيرة أخ عمانوئيل تفضل واحد اثنين ثلاثة أخ عمانوئيل الظاهر عم بيسمع لأنه سامع أصوات أنا بس مش عم بسمعني طيب آه خليني آه أخذ مكالمة تانية غير آه عمانوئيل ممكن أخذ الأخت نهال آه أهلا وسهلا أخت نهال من إنجلترا تفضل أنت معنا على الهواء ألو مساء الخير يا حضرة الأسير مساء الخيرات بشكركم جدا وبشكر رشا الجميله ان اند بجد يعني <applause> آه واضح يا رشا انك مختبره الكلام اللي بتقوليه وعايشاه كمان فانا عايزه اشكرك على كل النقط اللي قلتيها وقلتي جمله مهمه قوي ان المسيح بيملأ فراغ لا يملأه احد غيره <applause> فانا عايزه اضيف نقطتين على اللي انتوا قلتوه وعايزه اسال سؤالين سؤال لحضرتك وسؤال لرشا النقطتين لماذا المسيح قبل ما أجاوب على السؤال الخطير ده أحب أسأل سؤال جريء مين مننا بيحب الموت؟ كلنا الإجابة بدون استثناء بنحب الحياة وبنحب كل ما هو حي لذلك لماذا المسيح قادر أقول أن هو الحي الوحيد ومازال حيا ليشفع فينا؟ كلنا في كل المشاهدين يعني قبر الناس كلها مليانة بالعظام لكن قبر الرب يسوع هو الوحيد القبر الفارغ وحتى في الإسلام بيقولوا أن عيسى رفعه حيا يعني النبي محمد وكل الأنبياء مع احترامي ليهم كلهم ماتوا وما زالوا أموات لكن أنا أنا لو إنسانة عادية بدون دين ومحتاجة أن أتبع شخص ومش ديانة لأن الديانات كلها تقول زي ما احنا بنقول الرب يسوع هو الوحيد الحي اللي مكتوب عنه حتى لما مات أقام نفسه ثاني نقطة أنه الوحيد الذي بلا خطية وده مش برأي المسيحية ولا الكتاب المقدس لا ده برأي الإسلام الوحيد الذي لم ينخصه الشيطان ومن نقطتين الاولانيين دول اللي انا قلتهم الوحيد الحي والوحيد اللي بلا خطيه يبقى هو ببساطه الله ويا بخت اللي يحط يسوع او المسيح تحت الاختبار وياخده مخلص لانه ده هيضمن له الحياه الابديه. عندي سؤال للاخت رشا بقى لو في واحده في ظروفك يا اخت رشا امراه مسلمه ومقتنعه بكل اللي بتقوليه بس في بلادنا العربيه الجميله ما فيش حريه وفي حاجة اسمها حكم الردة أزينو you know, يعني اللي هيرتد عن الإسلام وهيمارس حريته كإنسان عادي إيه طبعا هيتقتل فإيه النصيحة اللي تقدميها لوحدة زي كده وهل في حاجة تركتيها وندمت عليها بقبولك المسيحية ده السؤال بتاعك أنت السؤال بتاع حضرة الأسيس بقى تفضل يا اختي يعني في التتر يا حضره الاسيس كما يكرمون الاب يكرمون الابن ايضا إزاي أقدر أكرم الإبن؟ هل بقبولي ليه كمخلص فقط ولا في حاجة تانية؟ وربنا يبارككم. إكرام الإبن قد ختم أن الله صادق، يعني كل كلمة الله بيتكلم عن الإبن وكل الشهادات اللي بيتكلم عنها إنجيل يوحنا عن الإبن إذا صدقنا، إذا آمنا، إنه هو مرسل من عند الله وإنه جاء من عند الله وإنه هو فعلا كلمة الله وإنه أثبت عن نفسه بالدلائل العديدة من خلال أقواله أنا هو الطريق والحق والحياة، أنا هو نور العالم، أنا هو القيامة والحياة ومن خلال الآيات البينات اللي فعلها في إنجيل يوحنا اللي بتثبت نواحي متعددة من سلطانه ومن لاهوته وصدق دعوته وعدا عن الشهادات العديدة سواء شهادة الكتب شهادة موسى النبي شهادة يوحنا المعبدان شهادة الآب شهادة نفسه عن نفسه شهادة الأعمال وهكذا شهادات كثيرة حتى شهادات من الأعداء لصدق دعوة المسيح وقدرة المسيح ففعلا إيمان راسخ انه المسيح المعين اللي جاء من فوق اللي يشهد له جميع الانبياء انه هو المخلص الوحيد السؤال يمكن بتاعك لو صحيح. واحد بنفس الظرف بتاعك واذا يعني عند بدها تقبل لكن في خوف من الرده شو انت ممكن او ايش النصيحه او ايش اللي انت مريتي فيه ممكن تشاركي بسرعه اخت رشا أحب أقول إن أي واحد بيقبل عمل المسيح بيقبله في قلبه. بنديله قلبنا. بنقبل إن هو يحمل ذنوبنا وخطايانا على عود الصليب. م. فبالتالي ده مش موضوع للنشر. مش المفروض إن أنا أقف قدام شاشة التلفزيون أقول يا جماعة أنا عملت كذا وكذا وكذا إلا إذا ربنا قال لي أعملي كذا م. يعملي ده. فالست اللي انت بتتكلمي عنها او الشابه اللي انت بتتكلمي عنها وفي ظروف صعبه في بلد عربيه انا بقول لها صلي اقبلي عمل المسيح لان المسيح مش هيديكي حياه في الارض فقط مليئه بالمعجزات والاختبارات والمجد الغير عادي ومعيته هو وانت معاه في الطريق لكن كمان هيديكي ضمان ابدي وحياه ابديه محدش بيقدر يضمن حياته يوم واحد على الارض فلا تبكي على البشر انما على حياتك الابديه ومش لازم انك انت تخبري بهذا التغيير اللي حصل لك دلوقتي لكن انا يعني لو ينفع انك انت تصلي لا تقدري تصلي وتسالي ربنا امتى تقدري تخبري وامتى مش هتقدري تخبري لان ربنا هيديكي القوه والقدره على المواجهه في اليوم اللي هيقول لك اتكلمي عني بشكل علني ده أول نقطة أول سؤال دي. تاني سؤال هي قالت لي هل هناك شيء وأنا وندمتي ندمت علي أنا بعد إذنك السؤال دهوت لازم أجاوبه بشكل يعني مش مفصل قوي لكن شوية كده هل أنا ندمت على شيء أنا حلمت بعد ما اتحطيت في الموقف دهوت وابتديت إن أنا أخسر حاجات في حياتي ربنا اداني رؤيتين الرؤيتين دول الاثنين زي بعض بالظبط حلمت ان انا قدام ميزان كبير جدا والميزان ده عرفت ان هو ده ميزان قيمه الاشخاص عندي انا لقيت اول واحد بيطلع على الميزان والدي وبعد كده والدتي واخواتي وعائلتي ومعارفي واصحابي وكل الناس اللي انا اعرفهم في حياتي كلهم شفتهم وشفتهم بيطلعوا على الكفه الاولانيه وكفتهم نزلت وبعدين جه المسيح في الكفه الثانيه وراح طلع على الكفه ونزلت الكفه بتاعت المسيح وطلعت جدا الكفه الثانيه. ثاني مره حلمت بنفس الحلم دهوت بنفس الشكل دهوت لكن بدل ما المسيح طلع راح حاطط ايديه ونقطه واحده نزلت في الكفه ونزلت الكفه دهيت وطلعت الكفه الثانيه. انا عايز اقول إني لا يمكن هندم على فقدان أي شيء في حياتي لأن أنا ربحت المسيح. المسيح هو كل حياتي وده مش بيمنعني إن أنا أقول إن أنا بحب أهلي وبحب إخواتي وبحب أمي وبحب كل الناس قرايبي لكن أنا بقول لهم كلهم بوجه لهم رسالة من على هذا المنبر بقول لهم المسيح عايزكم وبيحبكم افتحوا قلبكم ليه افتحوا قلبكم رشا اللي اتغيرت حياتها وواجهت كل المواجهات ده هي كان في سبب تواجه بيه وهو محبة المسيح هذه المحبة الفياضة الغنية جاية لغاية عندكم وبتقول لكم اقبلوني اقبلوها هتلاقوا الشبع وهتلاقوا السلام وهتلاقوا الفرح وهتلاقوا الطمأنينة وهتلاقوا اللي تستندوا عليه السكة من غير الخوف ومن غير رعب ومن غير ما بنا احس ان في اله قاعد ليا بالمرصاد امين شكرا كثير اخت رشا خليني كمان اخذ مكالمه من الاخ يوسف من الشرق الاوسط. الاخ يوسف انت معانا على الهواء اتفضل اهلا وسهلا فيك. خليني أخذ مكالمة من فريال أهلا وسهلا فريال من إنجلترا تفضل أنت معنا على الهواء أخي سعود سلام ومعنا المسيح معك ومع الأخوة رعشة ومعك أيضا شكرا نزار زار إلهنا إله محبة الله محبة ومحبته غير مشروطة <متحدث> وهكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية والمسيح هو المخلص يسوع المخلص الذي يخلص شعبه من خطاياهم أخت نور إن رشا اللي كل اللي تحدثت به أنا أقرر أن كل شخص بعيد عن المسيح لا يعرف الم... ألو؟ آه، تفضلي كملي <applause> أيوة كل كل شخص لا يعرف المسيح بعيد عن المسيح سواء مسلم أو حتى المسيح بالاسم أو مسيح متدين كل يكون عنده فراغ كبير في قلبه ولا يعرف ولا يضمن حياته الأبدية ولا يعرف السلام والطمأنينة <applause> وأنا كنت واحدة منهم أنا أعتقد كنت لربما أختلف عنك أشياء اللي ذكرتها لكن أيضا كان فراغ في قلبي لما كنت مسيحيه بالإذن لكن أشكر الرب لما الإنسان يعرف المسيح الرب إلهه مخلصه يغير حياته إلى الأفضل أو يصبح خليقة جديدة ويعلم هذا الانسان كيف يعيش مع الله وكيف يكون علاقه مع الله يصبح علاقه اب مع الابن وايضا يتعلم كيف يعيش مع الاخرين يقبل الاخرين يحب الاعداء <applause> ينصر ويسالم الجميع ويعطي الفرح والسلام والحب والطمانينه ويثمن الحياه الابديه فخلي اي شخص يجيب شخص في العالم كله يأتي هذه الحياة مثل الرب يسوع المسيح محمد رسول الإسلام للمسلمين مع كل احترامي إنهم هو ما كان ضامن الحياة الأبدية المسلم يخاف من عذاب القبر يخاف من الثعبان الأقرع يخاف من جهنم كل هذه ما يعرف المسيح هذه المخاوف تزول وتصبح الحياة الأبدية ضمان واكيد ويقين بدم الرب يسوع المسيح اللي سفك على الصليب شكرا واتمنى واسالي من كل قلبي لاخوة المسلمين الرب يرحمهم ويشرق بنوره في قلوبهم مثل ما اشرق نوره في في قلبك يا اخت رشا والرب يباركك ويحافظ عليك ويباركك ويباركك يا اخت فريال ربنا يباركك ويقويك رح اخذ مكالمه من ابو مهند تفضل ابو مهند على السريع عشان الوقت عم بيأذف اهلا وسهلا ابو مهند مساء الخير مساء الخير تفضل ابو مهند هناك مثل عربي يقول رب اخ لك لم تلده امك نعم. وانت اخي حبيبي مداخلتي تقول المسيح هو الحل نعم لأنه فيه فكرة أن يحل الحلف وردت في 311 عم بقطع الصوت أبو مهند اكتشف اكتشف في سنة 1799 حجر يحتوي على كتابات بثلاث لغات أحدهما اللغة الهيروغليفية المصرية القديمة استطاعوا ان يحلوا رموز هذه اللغه بواسطه اسم الملك الموجود على هذا الحجر لكن هناك ملك اخر ملك اخر تجسد آه اسمه نجد في اسمه الجواب وفي وكل معضلات حياتنا تستطيع ان نحلها بهذا الاسم الا هو الرب يسوع المسيح امين إن كانت علاقاتنا به متينة فلنا مفتاح الحل لمشاكل الخطيئة والذنب والسماء وجهنم نعم. إنه يعطي حلا أبديا لمشاكلنا وتجاربنا لضعف أجسادنا وتصورات عقولنا لتجارب المشاكل التي قد نصادفها ونحن أعضاء بهذا هذا الجنس البشري الساقط ربما تواجه الأن مشكلة صعبة أو مرضا عضالا واذكر ان فيه فيه فيه. ابو مهند اسف ابو مهند الصوت عم عم بيقطع ابو مهند الصوت مش مسموع فانا بعتذر ابو مهند عشان الصوت مش عم بنسمعه عشان يعني ما نخسر الوقت بتاع البرنامج لكن بشكرك على المداخله. خليني ارجع انا شايف انه اسم يوسف مره ثانيه من الشرق الاوسط جوزيف اهلا وسهلا اخ جوزيف تفضل مرحبا شكرا انا سعيد بتواصل معكم هذا المساء اهلا و... وسهلا فيك يعني اخ جوزيف. جوزيف تفضل اني اني شكرا اريد يعني ان اضيف اني استنتجت بعض الافكار من الكتاب المسلمين يعني القران الذي حارب بعنف تجسد الله في المسيح والذي يقر ان الذين يؤمنون بان المسيح هو ابن الله م. لماذا وكيف آه القران يعني ذكر ان لله وجه في يعني ذكر ان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام م. يعني هنا ذكر ان لله وجه في موضع ثاني ذكر ان له يدان وقالت اليهود يد الله مغروره غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء <applause> اذا لله يدان هنا <applause> لله وجه ولله يدان من ناحيه اخرى لديه عينان <applause> ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون الى <applause> اخر الايه آه ان الفلك باعيننا <applause> ووحينا نعم ويعني قضية تجسد الله والوهية المسيح قضية يعني مشكلة معضلة كبيرة ما بين المسيحيين والمسلمين. بين المسلمين يرفضون تجسد الله بينما هو يعني من خلال الكتاب الكريم نجد أنه تجسد يعني وهذا يدل على ألوهية المسيح. امم أخ جوزيف و أنت يعني, يعني ممكن أسألك يعني أنت من خلفية إسلامية وآمنت بالمسيح؟ نعم طبعا أنا من خلفية إسلامية يعني جو يعني قادم من جذور مسلمة 100% في دولتي يعني لا يوجد فيها مسلمون مسيحيون ولا يهود يعني مسلمون فقط لكن من خلال دراسة ويعني دراسة دينية كانت بعنوان لماذا اختلاف الأديان مع الرب واحد هذه الدراسة جعلت مني أن أدرك أن حقيقة المسيح وأنه يعني هو الله وأن ما عندنا يعني أننا خدعنا وان المسيح هو الله يعني بطبعه من من الانجيل من الانجيل يعني واضح مثل النبوءات التي قيلت عنه في العهد القديم وتحققت في حياته في العهد الجديد وهناك الاعمال التي يعملها بسلطان يعني يثبت انه الله وسلطان الذي اعطى للتلاميذ يعني ليست مشكله المشكله في القران يعني جعل مني كوني اصبحت يعني مؤمن بالالوهيته وربوبيته م. انا بحلف في القران وانا يعني أه اخوي جوزيف مده معينة من الزمان حبيبي اخ جوزيف انا نعم. بشكر رب من اجلك فعلا وبشكر انه هاي المعلومات اللي عم بتقدمها لكن ممكن اطلب منك تتواصل معنا في الحلقه القادمه ان شاء الرب لانه احنا بس بقي دقيقه قدامنا بس انا بشكرك من كل قلبي على هالمداخله والتوضيحات الحلوه يمكن تتطلب وقت اكثر، ربنا يباركك يا اخ جوزيف، خليني اترك الكلمه الاخيره معك يا اخت رشا. محمد قال انا ميت وان وانهم ميتون، لكن المسيح قال انا حي لذلك انتم ستحيون وبعدين عايز اقول ان ان الله الاب الاب هتفضل انسان بعيد عن الله هتفضل بلا قيد عائلي هتفضل لا تتمتع بأبوة الله الآب الله الآب بيتكفل بالعباد كلها لكنك ستتمتع بأبوته متى طعمت في الكرمة الحقيقيه وهي ربنا يسوع المسيح من اللي قال السبيل. عن نفسه أنا هو الكرمة أخت رشا أنا بشكرك من كل قلبي لأنه فعلا أنت تحررت من الخوف خوف من العقاب من الأبدية إحنا نؤمن أنه حياة أبدية الرب أعطانا بالحاضر من خلال إيماننا بالمسيح وبشكر رب من, من أجل الإثراء في معلوماتك ولا سيما الاختبارات الحلوه انك اختبرت المحبه الغير محدوده الغير مشروطه القبول الغفران الكامل الامان الضمان حسيت انه الله اب قريب منك اله شخصي بيهتم بالناس ربنا يباركك ويمكن هاي تكون فرصه لكل واحد عم بشاهد انك انت يمكن الله بالنسبه لك بعيد هو موجود الكلمه قريبه منك ادعو الرب في هاي اللحظه لان كل من يدعو باسم الرب يخلص الى اللقاء والرب يباركك